تمام. المسك فاح المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. أشكي لي من وجدي وحالي، الله الله، وأقول لي مين بغالي، الله الله. أشكي لي من وجدي وحالي، وأقول لي مين بغالي، إيه اللي غير أحوالي غير الغرم برسول الله. المسك فاح المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. أنا اسمي محمود حمد، عندي 18 سنة، طالب بدرس في الأزهر الشريف في ثالثة ثانوي. بدأت أقلد المشايخ بعد لما حفظت القرآن في كتاب. بدأت أقلد بقى الشيخ مريم ناكلي بعدها بسنتين، بعد كده الشيخ مشاري العفاسي والشيخ أحمد بن علي العجمي، واتجهت إلى مدرسة الإنشاد الديني وأنا منذ سنة. الشيخ مريم ناكلي: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. الشيخ بشير العفاسي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الشيخ أحمد بن علي العجمي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ ياسر الدوسري: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تعالوا بقى نختموا بقمر. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نوره الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نوره الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى شفت يا ما ناس منا هتعيش العمر جنبك وبرضو ما يكفي لو حقيقي هو غالي عليك ده أنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أنا عايز أبقى قارئ في الإذاعة والتلفزيون في القرآن الكريم ده حلم حياتي مثل الأعلى القراء الكبار الشيخ المنشاوي بعد الشيخ مشاب العفاسي. أنا عرفت إن صوتي حلو بعد لما حفظت القرآن بسنتين كان ساعتها عندي 10 سنين في سنة رابعة. أكتر سورة مقربة لقلبي سورة الرحمن.
قاف بقى والبقرة دي أولهم طبعا. يوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. عطر الله روضه الشريف بالبكرة والعشية بأزكى صلاة والسلام وتحية ورضوان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكرا لكم على تعليقاتكم الجميلة، وإن شاء الله هسيب لكم لينك الفيديو بتاعتي في الكومنتات.